المثال رقم 133 في الويندوز فورم ان سي شارب بنتكلم فيه عن الداتا جريد فيو. احنا سبق استخدمنا في الامثله بتاعت الاكسل اللي فاتت الداتا جريد فيو، ان احنا لاما جبنا ملف اكسل حطيناه جوه الداتا جريد فيو او خرجنا الداتا جريد فيو للاكسل. لكن الحاجه اللي ما عملناهاش ان احنا نكرييت الداتا جريد فيو بايدينا، يعني نعمل لها كرييشن ونحط فيها داتا احنا اللي بايدينا نعمل، مش بايدينا يعني عن طريق البرمجه يعني، وعن طريق الويزرد يعني احنا نكون الكولومز ونحط داتا في الرو كده. يعني هنشوف حاجه كويسه ان احنا بنتعامل مع الداتا جريد فيو، بنشوف بعض الحاجات المهمه فيها. مثال في منتهى الاهميه، هنشغل المثال، مثال بسيط جدا. زي ما انت شايف شاشه ما فيهاش اي اخراج ولا اي شيء، هي فيها داتا جريد فيو فاضيه. انا لو دوست كده قلت له اد اول هيضيف لي على طول البرودكت اي دي، البرودكت نيم، البرودكت برايس، ولو قلت له سورت هيعمل ترتيب. هنقدر نرتب لو هما مش مترتبين اللي هو سورت الكولوم ده اللي انا مركز عليه، قلت له اسندنج كو سورت كده هيرتبه. يعني انا برمجيا قدرت اتعامل مع الداتا جريد، برمجيا قدرت اكريت الداتا جريد. طب انا اعمل ضفت كولومز تانية، اهي ضفت كولومز ليها، يعني هي كانت كده ضفت لها كولوم برمجيا، الكولوم ده والكولوم ده والكولوم ده، وروز ضفت رو وضفت فيها بيانات وهكذا، بقى فيها روز وفيها كولومز كتير عمال اضيف فيها وهضيف خلايا تانية، ضفت خلايا بردك ارقام، بس يمكن انا هوضح الكلام ده، دول كذا مثال في بعض، وهعملها اكسبورت لملف اكسل. يعني كمان بعد ما انا كريتها بالطريقه دي اعملها اكسبورت في ملف اكسل. هروح اشوف الملف الاكسل ده في الفولدر اللي اسمه اكسبورت، في ملف اسمه اكسبورت هنا، ادي الملف اسمه داتا جريد فيو. افتح كده الاقي فيه ملف اكس شيت اكسل كبير اتعمل فيه كل اللي احنا عاملينه وخرج. يعني انا قدرت دلوقتي ان انا الكلام ده اكتبه بايديا والكلام ده اخرجه لملف اكسل وسماها داتا جريد فيو الشيت دي وكرييت كله، يعني كاني بتحكم تحكم كامل في الداتا جريد فيو. انا هرن البرنامج ده تاني عشان انا عامل فيه حبه حاجات ظريفه. هاد كولوم، هضيف الكولومز لوحديها بس اهي، كولومز فاضيه. الكولوم ده على فكره بالمناسبه ده كولوم 0 وده كولوم 1 وده الكولوم كذا، اما ده الرو 0 يبقى ده العنصر 0 و0 وده 0 و1 وده 0 و2 زي المصفوفه كده. لو انا ضفت طبعا انا هضيف كولوم تاني هيضيفهم لهم هم تاني، كل ما ادوس عليه يضيف لي 3 كولوم. طب لا انا مش عايز كده، انا عايز اعمل حاجه منظمه. هو كان الهدف من المثال ده هو ديمو، ديمو لايه؟ ديمو للشغل بتاعنا. انا ضفت الكولوم دول هضيف روز، ضفت الروز دي كام رو ضفته؟ 1 2 3 4 5 6 7، في واحد في الاخر كده هو انا مش ضايفه هو موجود، فانا ضايف 6 دلوقتي. العنصر ده 0 و0، العنصر ده ترقيمه يعني 1 و0 2 و0 3 و0، العنصر ده 0 و0. وضفت هنا مثلا داتا، ضفت هنا داتا وداتا، وهنا ضفت داتا وهنا ضفت داتا، وسبت دي قدرت اتحكم في موضوع الداتا ده. ولو حبيت اعمل له اكسبورت دلوقتي للاكسل الشكل اللي قدامي ده، خلاص هيعمل له اكسبورت للاكسل اللي انا ضايفه بايديا. لو انا فتحت الفولدر بتاع الاكسبورت ده هلاقي اخر فايل ده بالتايم، هلاقي فيه فعلا فيه الداتا دي. طب لو كتبت داتا بايديا هضيف اي داتا بايديا هنا اتشهات كده، كل الخلايا الفاضيه ده دي فيها اتشهات اهو براحتي بقى، يعني اعمل اللي انا عايزه. وبعدين اجي هنا اهو اضيف اتش واضيف في الاخر، في الاخير ده اتش، حبه اتشهات كتير كده خلاص، واقول له اكسبورت. خلاص عمل له اكسبورت على طول. اجي هنا الاقي الملف ده اللي فيه الاتشهات دي، يبقى انا عمال اكتب بايديا وبعدين اقرا اللي انا بعمله واطلعه في ملف اكسل زي ما انت شايف كده. عايز امسح السطر الاولاني ده مثلا، ارجع تاني برضك للبرنامج بتاعي امسح، ديليت ديليت كده على طول، يعني روحت المفتاح ديليت ديليت اسلكت يعني واعمل ديليت، بقى عندي كام سطر، واعمل كمان لده ديليت، بقى هما ده الوضع بتاعي الاخير ده.
لو عملت له اكسبورت برضك هبص الاقي خلاص يبقى 1 2 3 4 سطور. لو فتحت الفولدر اللي اسمه اكسبورت، اول ملف فوق بالتاريخ هلاقي فيه الحاجات دي بس. يبقى انا قدرت كده اي حاجة بدخلها بايديا في الداتا جريد ده، اي حاجة بدخلها بايديا في الداتا جريد بلاقيها موجودة عندي. طبعا مش هو ده ملف الاكسل اخر واحد اللي هو ده اهو، وافتح ال ده هو ده الداتا اللي عندي بالظبط، حتى السطر الاخير ده طالع. فده الله، طب ده انا كده ممكن حاجة اي حاجة اكتبها في الداتا جريد دي واستقر عليها اطلعها في ملف اكسل، اطلعها في ملف اكسل واديله اسجله باسم معين وحاجات زي كده يعني. يبقى دي حاجة كويسة، يعني حاجة كويسة ان انا قدرت قبل كده في الملفات اللي فاتت ان انا اقرا الاكسل وادخله جوه الداتا جريد وبعدين اقرا الداتا جريد واخرجها. لا المره دي بقى بكتب في الداتا جريد بايديا عادي جدا، وبكرييت بالبوتونز كده وابدا ايه اخرجهم لملف اكسل. اشغل تاني البروجكت ده. يبقى احنا عرفنا اد اول يضيف لكل الجدول مره واحده، بدوس على الزرار واعمل سورتنج، يعني سورتنج زي ما انا عايز كده، بتدوسها فوق كده يعمل سورتنج زي ما انا عايز. طب يبقى دي حاجه في المثال ده في البروجكت البسيط ده، بروجكت بسيط لكنه مهم. اضيف كولومز بس الكولوم هيد دي وانا عايز اقول ان الخليه دي صفر وصفر، صفر وواحد، صفر وايه يعني. ده ابدا بالكولوم، يعني انا عندي هنا لو انا ضفت له اد روز كده يبقى دي صفر وصفر، صفر وواحد، صفر واتنين، يعني بكتب رقم السطر، رقم الصف ده هو صفر ورقم الكولوم ده هو صفر وده واحد وده اتنين. مهم اوي التركينات دي عشان البرمجة ما نتلخفينش واحنا بنجيب الداتا من الداتا جريد فيو. هضيف روز جديدة، ضفت رو، فعلا ضفت رو اهو، ضفت رو اد رو دي. طب انا عايز، انا عندي خلايا هنا فاضية عايز اضيف فيها داتا، يعني هو من غير ما اضيف رو جديدة ولا اي حاجة، يعني هي نفس اللي حصل عندي ده، عايز اضيف اضيف داتا، اضيف داتا، اضيف سيل داتا اهي، سيل داتا اتضافت اهي فعلا. الداتا جت كده في حته معينه، اخترت المنطقه دي وكاتب لي كمان ان هو اضافها فين. يعني مثلا عندي هنا دي الخليه رقم العمود صفر، فكلهم صفر في خانه العمود صفر، اما السطر الصف صفر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، دول ما لهمش يعني، ممكن امسح دول يعني امسح دول كنت ضفتهم مرتين يعني كده. انا عندي في واحد في الاخر عشان اضيف فيه، وفي هنا ده الستة دول الموجودين دول من اول صفر، سبعة، صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اللي هو بدأ من صفر، وهنا ده ستة اتنين، ده الاندكس بتاع الخلية دي ستة اتنين، دي خمسة اتنين. خمسة اتنين ليه؟ لان ده السطر الخامس والعمود التاني. هو صحيح العمود التالت لكن ببدأ بالاندكس صفر، فدي نقطة مهمة جدا. عايز اعمل اكسبورت للكلام ده، خلاص اعمل له اكسبورت، ادوس كده على البوتون ده قال لي اكسبورت داتا سكسسفولي، واقول له اوكي. اروح للفولدر اللي هو بتاع الاكسبورت اللي هو 0 1 2 3 4 5 6 ومعايا من الاخير ده، وادي الداتا موجوده وطلعهم لي ملف اكسل وسماه داتا جريد فيو. احنا كده طب الكلام ده اتعمل ازاي؟ تعالى مع بعض كده خطوه خطوه ننفذ نشوف الكلام ده بيحصل ازاي. في حاجات كتير شرحناها في الكلام ده قبل كده، لكن احنا سحبنا داتا جريد فيو عاديه جدا من على من الادوات دي من التول بوكس. داتا جريد فيو مفيش اي فيها اي حاجه، داتا جريد فيو من الداتا في حاجه اسمها داتا جريد فيو. الداتا جريد فيو دي اداه قويه، داتا جريد فيو، داتا جريد فيو اتحطت كده ما عملناش فيها غير اسمها عارفينه، دي داتا جريد فيو 2. حتى انا لو عملت ران كده هتفضل زيها زي اللي هي موجوده داتا جريد فيو دي، زيها زي دي، بس العمليات هتتم على دي. كان ممكن اخلي العمليات تتنقل كلها او تتم على الاثنين، لكن ملهاش لازمه العمليه دي. انا همسح الداتا جريد فيو 2 دي وهكتفي خالص بالداتا جريد فيو 1. داتا جريد فيو 1، الداتا جريد فيو 1 هدوس على اول حاجه كانت تهمني جدا اللي هي اد كولومز. ايه قصتها؟ هي تحتها كام بوتون، داتا جريد فيو 1 دوت كولوم اد، هنا بكتب الكولوم نيم وهنا الكولوم هيد التكست، يعني ده النيم البرمجي الاسم البرمجي وده التكست اللي هيطلع فوق الهيد بتاع الكولوم، وده الاسم البرمجي
وده الهيد بتاعه اللي هيظهر فوق، الهيد كولوم اللي هيظهر هيبين فوق ده ايه. ونفس الكلام عشان كده التلاتة دول اللي ظهروا لما انا عملت ران كده التلات سطور، يبقى احنا خدنا امر اد كولوم كولومز دوت اد. طبعا احنا لازم نعرف الاكستنشن ميثودز دي كلها، كل حاجة خاصة بالآلة حسب المبرمج اللي عمل، يعني ما هيش حاجة ستاندر حاجة. اما اقول له اد كده ما كانش فيه اي حاجة خالص، مجرد اد قام عمل لي التلاتة كولومز دول اللي هو الاوامر دي، عمل التلاتة كولوم وكولوم وكولوم. طب خلاص عايز اضيف رو، يبقى انا اول حاجة ضفت كولومز، عايز اضيف رو بقى، هدوس بردك على بوتون، يعني بعد ما ضفت الكولومز هضيف رو. اهو ضفت رو، ضفت كام رو؟ ضفت 1 2 3 4 5 6، وفي واحد اللي هو بيبقى الديفولت ده. طب ضفتهم ازاي؟ في كذا طريقة عملتها لإضافة الرو دي، بردك في دوت روز دوت اد نيو سترينج ريف سترينج، يعني اون فلاي كده من غير اسم ولا حاجة، وقلت له صفر وصفر كده هيضيف في الخلية الأولى. لو قلت له صفر صب انا عارف ان في تلاتة كلهم عندي صفر واحد صفر وكده، وسبت التانية هيضيف لي في الخلية الأولى والتانية. لو عملت كده وسبت دي وحطيت في دي هيضيف في الأولى والتالتة. لو عملت التلاتة هيضيف في الأولى والتانية والتالتة. لو عملت له كوتيشن 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 مش هيضيف هنا فراغ، هيضيف فراغ. كذا طريقة، فهنا مفيش طرق تانية، هي الطرق دي ان انا ضفت الرو، سوري ضفت الرو بكل الداتا اللي موجودة في السيلز. طب وبعدين يعني، بس انا عندي هنا ضايف اتنين كولوم من غير ايه، من غير ما اضيف لهم اي سوري ضايف اتنين رو من غير ما اضيف لهم اي داتا. وده اللي حصل لما ادوس على البوتون ده، وبعدين اجي ادوس على ده ضاف لي الايه، في اتنين هم متضافين، فده اللي متضاف الاخير ده ملناش دعوة بيه انا عشان ابدا اكتب فيه، يعني كان مجهزني للريد اند رايت من ضمن خصائص الداتا جريد اللي هي ملهاش حصر يعني. طيب نيجي بقى للجزء الثالث اللي هو اد سيلز داتا، هيضيف داتا بقى، دي حاجه بقى ظريفه جدا يعني. ممكن اضيف في بردك اد داتا جريد فيو اد رو، يضيف لي رو فاضي كده ممكن من غير الكوتيشنز من غير نيو من غير الكلام ده خالص، يعني دي اللي هي داتا جريد فيو دوت رو دوت اد دوت رو دوت اد دي كده هتضيف لي رو فاضي. ابقى انا كده عايز اضيف الرو، انا عندي عارف ان في الرو 4 و5 و6 فاضيين، انا ضايف 3 رو في المثال اللي فات ده، في رو كام موجود عندي اوريدي، وفي 2 رو في 2 رو اهم فاضيين، وفي رو اخير فاضي. يبقى انا عندي بادئ من رو 1 2 3 4 5 6 واحد اتنين تلاتة أربعة صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. طب وأنا عندي واحد فاضي كمان، فأنا هنا ضفت أربعة وخمسة وستة تلات سطور، ضفت تلاتة. فلما ضفت تلاتة لما أنا هعمل كده هيضيف لي، هنفهم بس السينتكس هنا، بقول له رو أربعة الخلية الأولى الخلية الإندكس بتاعها صفر، رو أربعة الخلية واحدة، رو أربعة الخلية إيه. طب لو أنا جيت كده عملت على دول كومنت، يبقى انا كده ضفت رو اربعة بس اللي هو اربعة صفر اربعة واحد اربعة اتنين. لما ضفت كده وديت اد هيضيف لي بس اربعة صفر واربعة واحد واربعة اتنين. طب انا عايز اكمل اضيف خمسة، اعمل ان كومنت واعمل رام تاني. يبقى انا بعد ما ضفت تلاتة رو فاضيين واحد اتنين تلاتة هم، هضيف اد رو ملالي ايه، اعمل تاني ران، دوست بس على الزرار ده غلط، ران اد كولوم ضيف لي تلات سطور، تلات سطور واحد اتنين تلات سطور في سطرين فاضيين عشان انا عامل اد رو فاضي اتنين. اما اجي اقول له الكلام ده ضاف لي في الاتنين دول بس، ادي الاتنين اهم الاربعة وخمسة وماشي بالترتيب يعني. طب تعال نقفل تاني كده ونلغي، نعمل ان كومنت لدول اللي هو الرو رقم ستة. يبقى انا لو كنت عامل اللقطة اللي عندي دي اد، وبعدين هنا في رو فاضي اهو، وضفت المنظر ده الرو الفاضي ده اتزق، وضفت روهين تانيين عايز احط داتا في السيلز دي، او كتبت في التلاتة دول على طول. بس لو عايز اضيف تاني لازم هنا اجي هنا اقف هنا وكأني هدوس انتر،
لازم اغير اكتب الستة اتنين دي بايديا يعني، عشان المكتب بيدخلني في مود الايديت ان انا هكمل داتا يعني، لازم اكتب في حاجة عشان لا اما ممكن اعملها برمجيا بس مبدئيا كده بالايد. الداتا جريد موجودة قدامي، كتبت في اخر حاجة نفس الرقم، بدأ ينزل يكتب لي، هبدأ اكتب بقى مثلا بايديا 7 0 7 1 بعد كده 7 2 بس، وانزل كده تاني. لو قلت له اكسبورت هيخرج لي لحد 7، اكسبورت سكسسفولي، اكسبورت داتا سكسسفولي، اوكي. انا ارجع كده تاني عند الفولدر اللي اسمه اكسبورت اللي معمول له فورمات، ان هو على طول جاب لي الاكسل بتاع الداتا جريد فيو بالايه بالهيدز بتاعته بالداتا بتاعته زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا كده قدرنا بالكام بوتون دول. امال ايه حكايه البوتون ده اللي ما خدناش عنه حلقه؟ البوتون ده اللي احنا درسناه قبل كده بالتفصيل في المثال اللي فات، اللي انا بعمل اكسبورت. بس انا هنا عملت حاجتين، اخر مثال المثال اللي فات كنت شرحت البوتون ده اللي مكتوب عليه اكسبورت، بس عملت تكست هنا حطيت فيه الايه الفولدر ده. طب انا لو هنا اوريدي مش عامل فولدر تاني غيره، حاطط 0 0 كده وقلت له اكسبورت، برضك هيعمل له اكسبورت بس هيكرييت فولدر جديد، هو اللي هيكرييت بقى. يعني انا لو رحت الداتا اكسبورت ده ماي كمبيوتر في الداتا فيو هلاقي فيه اتنين، واحد اهو اكسبورت وواحد تاني اكسبورت، مش هيلاقي يعني. ادي الاكسبورت ده في ملف واحد بس اهو مش موجود، التاني ده مش موجود، هو عمل لي واحد عشان انشأ لي فيه الكلام ده اللي هو 4 اصفار ده، بس التلات اصفار موجود برضك اهو، التلات اصفار موجود. انا كتبت له هنا واحد بايديا ما لقاهوش، يعمل له كرييت على طول، يعمل له كرييت للدايركتوري. طب احنا هنا نرجع تاني للكود. يبقى انا الكود بتاعي عرفنا من الكود ده تلات حاجات مهمين: ازاي اضيف الكولوم، ازاي اضيف الرو بالكامله بالداتا او من غير الداتا، ازاي اضيف الخلايا للرو اللي تم انشائها، وازاي اعمل اكسبورت دي اللي احنا خدناها قبل كده، ان انا عملت داتا تيبل اوبجكت كلاس اوبجكت من الكلاس اللي اسمه داتا تيبل، وبعد كده مريت بقى على الداتا جريد زي ما شرحناها المره اللي فاتت في المثال اللي فات. تقدر ترجع له على طول المثال السابق رقم 132 او المحاضره رقم 132، هتلاقي في المحاضره رقم 133 اللي انا بشرح لك فيها دي. انا مش هشرح ده بقى خلاص، كل ما في الامر ان انا حطيت هنا بس وانا بنقل الداتا جريد فيو للداتا تيبل، حطيت العلامه دي عشان لو خلايا فاضيه ولا بتاع يدوس انتر فما تبقاش فاضيه. الرمز ده الرمز الكنترول فاريبل ده هيخليها كده. بعد كده الجزء بتاع لو هو الدايركتور موجود او مش موجود، بعد كده بيبدا يسيف الملف زي ما شرحناه ويقول لي اكسبورت داتا سكسسفول زي ما شرحنا الكلام ده الملف اللي فات. يبقى احنا كده شرحنا كل الجزئيه دي بالكامل، في بس الحته دي انا قلتها بس ما اوريكتكش الكود. اد اول دي وسورت، اد اول دي ان انا بردك في الداتا جريد هضيف بطريقه تانية خالص، هضيف بالطريقه دي. بص على الكود ده، ان انا بضيف الكولوم 0 والنيم والنيم الهيد يعني برودكت اي دي برودكت كذا برايس، وبعد كده بعمل اري اوف سترينج بضيف فيه على طول اري اوف سترينج رو يعني اضيف فيه الرو ده داتا جريد فيو 1 رو دوت اد رو الرو الاولاني، وداتا جريد نفس الكلام الاري اوف سترينج ده سترينج وسترينج وسترينج ونفس الكلام بكتب تاني اري اوف سترينج كم. ممكن انا شرحتها دي بطريقه مختلفه عن دي، ان انا عملتهم اون فلاي على طول من غير ما اقعد اكتب رو وكذا، على طول نيو سترينج عملتها زي ما انت شايف كده اهي. دي انا مش محتاج خالص غير ان انا هضيف الحاجه دي يعني، لكن هنا وهنا هنا هو محتفظ بيها يعني رو بس، برضه كل مره رو نيو كذا بيلغي الرو اللي ايه اللي قبليه يعني. هو عامل متغير اسمه رو يعني، هنا كان في هنا متغير اسمه رو اري اوف سترينج، وبعدين كل مره بشحنه بداتا مختلفه، فوبعدين اضيف للرو اضيف رو اضيف رو اضيف رو اضيف رو خلص على كده. بعد كده في سورتنج، ان انا اقول له داتا جريد فيو دوت سورت، بعدين اكتب له الداتا جريد فيو 1 دوت كولوم ايه الكولوم اللي انا عايز اعمل له سورت، وبعدين ليست سورت دايركشنز
دوت اسيندنج الدايركشن اسيندنج او ديسيندنج، يبقى اسيندنج اور ايه اور ديسيندنج الاوردر يعني. فهنا حددت له الكولوم اللي انا عايز اعمل سورتنج ليه يعني، وده اللي هو ظاهر هنا معانا في التو بوتون دول. بوتون اد اول ده لو انا عملت ران بيضيف انسى خالص كأن هي فاضية وما تعملش خالص معاها على طول، وفي نفس الوقت كده سورتد يعني اعمل سورت زي ما انا عايز كده، اعمل سورت كده او اعمل لي، وممكن بردك اعمل اكسبورت لدي يعني للداتا دي. فطبعا لو فتحت هلاقي بردك في الفولدر بتاعي هلاقي لما افتح الفولدر وافتح ملف الاكسل الاقي نفس الداتا موجوده، اللي هي بقى بالنسبه بردك داتا جريد فيو، خد الداتا الثانيه اللي انا عملتها برمجيا اللي هي اتضافت مره واحده. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت الفيديو، والاكواد هتلاقيها بعد ما ننظم العمليه هتلاقيها في جدول كل اكواد المشاريع دي. تابع معايا في كورس 7 هتلاقي كل الاكواد موجوده، تقدر تدوس على اي مشروع بالكامل ينزل لك المشروع، هتلاقي الكلام ده في موقع في المدونه اللي اسمها كورس 7. شكرا، سلام.